مشاهدين قناة أدال، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كل أيامنا عيدا، وأن يكون هذا العيد أن يعود علينا الله سبحانه وتعالى باليمن والبركات والأمن والسلام. فقراتنا لهذا اليوم تتضمن فقرات متنوعة، نبدأها بصلاة وخطبة عيد الفطر في معسكرات اللاجئين الإريتريين في شرق السودان، وفقرات غنائية متنوعة وبرامج أخرى أيضا. نتمنى أن تلقى رداكم، ويكون إن شاء الله عودا حميدا لأدال، وتقدم معنا أوقات طيبة في برامجنا القادمة، ونلقاكم في كل أسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله بنعمة الإسلام وبنعمة الصيام وبنعمة الصلاة والقيام. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نحمدك في الأولى والآخرة، ونسألك كما هديتنا إلى دينك وجعلتنا أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الأمن والأمان. اللهم إنا نحمدك على أن جعلتنا في هذه الأمة المباركة المرحومة التي لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، إذا كان فقهاؤنا من قبل يختلفون كيف يبدأ الإنسان خطبة العيد، بالحمد أم بالتكبير، ونحن قد جمعنا بينهما، فنحن لا نختلف اليوم في أن نبدأ كلامنا بتوجيه تحية، وبتوجيه تحية إقبال وإجلال، بتهنئة خاصة لإخواننا في غزة. نبدأ الحديث من غزة لأننا نعيش ألم المرارة وألم الحرب، ونحن على بعد من مكانها. نحن نعيشها ألما، وهم يعيشونها موتا ودمارا وقتلا وتشريدا، ولكن مع ذلك كله لا يسعنا إلا أن نقول هذه النقطة وهذه
هذه البقعة في العالم هي النقطة الوحيدة التي تضيء الآن في سماء الدنيا. إذا أظلم تاريخ البشرية فإن تاريخ غزة شعرة بيضاء في جسم الدنيا الأسود، غزة شعرة بيضاء في هذا التاريخ المظلم. فنوجه لهم التهنئة بالعيد، نوجه لهم التهنئة لشهدائهم أولا، ولمقاوميهم ثانيا، ولشعبهم نسائهم ورجالهم كبارهم وصغارهم، لكم منا كل التحايا والتجلى. أنتم الذين ترفع بكم الرؤوس، أنتم الذين تمثلون نبض هذه الأمة، أنتم الذين جعلكم الله سبحانه وتعالى الفئة التي تنتصر لهذا الدين وتنتصر بهذا الدين. الناس كلهم نفضوا أيديهم إلا من رحم الله من الجهاد في سبيل الله، من مقاومة أعداء الله، من التصدي للصهاينة الذين يريدون لهذه الدنيا أن تكون بمنظورهم. لا يحيا فيها إلا من رغبوا في أن يحيا، ولكنكم أنتم أبطال هذه الدنيا الآن، أنتم شموع في ظلام هذا التاريخ الذي يلف الكون. أهل غزة رجالهم ونساؤهم، أهل غزة هم بقعة بيضاء في بحر أسود، ولذلك نحييهم ونهنيهم، نهني المجاهدين الأبطال الذين تصدوا لهذا العدوان، لم يبخلوا على الله سبحانه وتعالى بأرواحهم ودمائهم الزكية، لم يبخلوا على وطنهم. والإنسان بدون وطن لا معنى له، لم يبخلوا على وطنهم بأن يدافعوا عنه، وإن كلفهم ذلك الحياة ثمنا لهذا الدفاع. نحييهم ونهنيهم ونشد على أياديهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم الفرج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم في الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستلم الشعوب منهم هذه الدروس التي يقدمونها للعالم أجمع، ليس لبقعة وحدها، ليس لمكان معين، ولكن لكل الدنيا. ومن أهل غزة ننتقل إلى الإيمان، فعلاقتنا بأهل غزة ما هي إلا علاقة إيمان، لا يعرفوننا ولا نعرفهم، ولكن يربطنا بهم هذا الدين وهذه العقيدة، هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى الدين الأوحد الذي يمثل الحق والحقيقة في هذا الكون، وأمر به أن يتبعه كل من رغب في النجاة من النار، وكل من رغب أن يعيش هذه الدنيا أمنا وسلاما واطمئنانا ورخاء عليه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الإيمان يا عباد الله يخلق في النفوس ويضعف في القلوب، فيحتاج منا إلى أن نجدده، نجدد الإيمان ونحيي معالمه، ونجدد فيه كل ما قد يكون درس أو ضعف أو أصابه شيء من الشوائب. والإنسان في هذه الحياة كثير من الأمور قد تصرفه عن أساس هذا الإيمان، ولكن يجب أن يفيء إليه بين كل فينة وأخرى وبين كل لحظة وأخرى. فالإيمان أولا وآخرا وثانيا وثالثا، يجب أن نرعى إيماننا بالله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا لا يخالطه شيء من الشك أو الشرك، وعمل صالح خالص لله سبحانه وتعالى. هذه دعائم هذا الدين، أن تكون مؤمنا بالله عز وجل، صحيح المعتقد، سليم العبادة. هذه المعاني لا بد من رعايتها والاجتهاد فيها، ولا بد للإنسان أن يعتبرها رأس ماله حتى لا يفرط فيه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى جميعا في أن نحمي إيماننا. نحميه بماذا؟
بالمداومة والدأب على العمل الصالح، بالمداومة والدأب على معرفة الحق ومحاولة اتباعه وتطبيقه دون الشطط فيه، ودون أن يكون الإنسان متوانيا عنه. فهذا الدين بين الجافي والغالي، لا تجفو هذا الدين ولا تغلو فيه. إذا كنا نعيب على من يجفو هذا الدين ويبتعد عنه، فنحن أيضا نعتب على الذين يغلون في هذا الدين. وهذه الظاهرة موجودة في عالم اليوم، لا يكاد يستثنى منها مجتمع مسلم، ظاهرة التطرف في الأفكار، ظاهرة ما كان يعرف في التاريخ السابق بمذهب الخوارج، الذين لا يقيمون لأي شيء وزنا، ابتداء من ذلك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضغط هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم. أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم يجب أن نحذر منهم، ويجب أن نحذر حتى لا نقع في شباكهم ظنا منا أنهم إنما يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد للإنسان أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد بكل ما أوتي من قوة، ولكن لا يجوز له أن يكون متطرفا يزدري كل شيء ويحتقر، إلى أن يصل به الاحتقار كما فعل رئيس الخوارج، أن احتقر حتى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ير فيه عدلا، ولم ير فيه برا ولا إحسانا، وإنما قال مقولته المشهورة: والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هكذا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما إذن لا يطعنون في مثل الدكتور القرضاوي حفظه الله وأيده؟ هذا من باب أولى بكل تأكيد. ولذلك نجدهم ترفع عقائرهم بالطعن والتشهير والتجريح والتقليل من شأن العلماء. فطاحلة، أناس وهبهم الله سبحانه وتعالى عقولا وأعطاهم قدرات لا يمكن لهؤلاء أن يصلوا إلى مثلها، فما كان منهم إلا أن يزدروا هؤلاء العلماء، علماء الجهاد، علماء القول بالحق، العلماء الذين يتصدون الآن للمؤامرات التي تحاك ضد المسلمين في كل مكان. هؤلاء الخوارج يتصدون لهم ويطعنون فيهم ويشهرون بهم. لماذا؟ من المستفيد؟ المستفيد هو أعداء الله سبحانه وتعالى، كما فعل أتباعهم مع إخواننا في مصر حينما جاء النظام الدموي الانقلابي، فقالوا: نقف إلى صف هذا النظام. هذه المواقف المخزية يجب أن ينزعها الإنسان من أفكاره وإيمانه ومعتقده. يجب أن يعتقد الإنسان الحق، ويجب أن يعمل بالحق، ولا يجوز له أن ينحرف باسم الحق ليحارب الحق ويهدمه. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أفكارنا، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في إخواننا، علينا أن نتقي الله في مشاهير أمتنا وعلمائها وقادتها ومقدميها. نقول الحق، ولكن حتى وأنت تقول الحق لا بد أن تقدمه بأدب، لا بد أن تعرف لذوي القدر مقاديرهم ولذوي المكان. والذي ليس له وطن لا تحترمه الشعوب ولا يقدره الناس، فالناس من طباعهم أنهم يزدرون الذي ليس بيده شيء، ونحن ليس بأيدينا شيء. لا بد أن نحاول إخراج أنفسنا من هذه الورطة التي نحن فيها. نحن في مأزق لا وطنية. متى سيكون لنا وطن نحتمي به ونحميه؟ متى يكون لنا كيان نرفع فيه رؤوسنا ونصرف فيه شؤوننا؟ أصبحنا نهبا للمنظمات، بل للعصابات. كانت تضحك علينا المنظمات، والآن أصبحت تضحك علينا العصابات.
هذا الوضع ليس وضعا طبيعيا، هذا الوضع يجب أن يتغير، ويجب أن يبدأ بالتفكير حتى نغير هذا الوضع. وإن الله كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحتاج إلى أن نغير أفكارنا لنغير واقعنا، لنغير هذا الوضع السياسي الذي نعيشه. هذه واحدة من الأشياء التي يجب أن يعيها الشباب. وثانية الأمور وربما قبل الأولى هي قضية العلم والمعرفة. فالذي لا يتعلم، الذي لا يعرف، ليس له في عالم اليوم مكان. لا بد أن نتعلم وأن نجد وأن نجتهد وأن نعرف كيف تقدمت الأمم. هذه الأمم التي كانت تطحنها الحروب، هذه الشعوب التي كانت وقودا للحروب، أصبحت الآن متقدمة علينا بما لا نحلم به نحن الآن. فكيف وصلت؟ وصلت بالعلم، وصلت بالمعرفة. نحتاج إلى أن نتعلم وإلى أن نعرف حتى نكون إن شاء الله في مصاف الأمم يغبطنا الآخرون وعلى الأقل يحترموننا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يحتاجن إلى توجيه خاص، وإلى عناية خاصة، وإلى رعاية خاصة. لابد من أن تعلم المرأة، ولا بد من أن تفقه، ولا بد من أن تيسر لها سبل الحياة دون أن تستغل. وأنا أقول دون أن تستغل لأنني شخصيا أحس باستغلال المرأة من قبل بعض المنتفعين، يستغلونها ويجعلونها كأنها خادما ليس بمقابل شيء، وإنما بلا شيء، بل ببرنامج أشبه ما يكون به برنامج الجبهة الشعبية في أريتريا، الذي هو أن تعمل مقابل الغذاء. هذه البرامج يجب أن تحجم، ويجب علينا أن نعي هذا الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات. إما أن يكون العمل عملا مجزيا، وأن يكون العمل عملا له فائدة مادية، وإما أن يمنع. نعم، لتعليم المرأة، لتوجيه المرأة، لتثقيف المرأة، ولكن ليس ممنوع استغلالها، لا لاستغلال المرأة. لا يجوز أن تستغل لصالح أشخاص باسم مؤسسات ومنظمات. هذا المعنى يجب أن تعيه المرأة هنا. ويجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء، يعلمونهن، يفقهونهن، يعاملونهن بالحسنى. هذه المعاني لا يجوز أن تغيب عن أذهاننا يا عباد الله. فنحن مجتمع ما زال فينا الكثير من بقايا عدم التحضر، وهذه تحتاج منا إلى أن نجتهد حتى نتجاوزها، نتجاوزها بالعلم والمعرفة، نتجاوزها بأن يكون كل إنسان قيما بحق وحقيقة، لا يكون مهملا ولا يكون متسيبا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم. علاقاتنا الاجتماعية يجب أن تكون علاقات مبناها على تبادل الاحترام والتقدير، وأن يعطف كل إنسان على أخيه المسلم، لا سيما ونحن مجتمع بيننا صلة الرحم والقرابة، وبيننا صلة الإسلام التي هي أعظم من كل شيء. فلا بد لنا أن نتقي الله في علاقاتنا الاجتماعية. أصلحوا ذات بينكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا بد من إصلاح ذات البين. لا يجوز أن يعيش الناس وهم متقاطعون متدابرون، لا يجوز أن يعيش الناس في خصومة دائمة. من كان بينه وبين أخيه هنات، من كان بينه وبين غيره خلاف، فيجب عليه أن يحل هذا الخلاف بالتي هي أحسن. ومن طباع الناس أن يختلفوا، ولكن ليس من الرشد وليس من حقائق هذا الدين أن يستمر الإنسان على خصومة أخيه الإنسان، بل يجب عليه أن يصافيه وأن يعفو عنه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب التنزيل:
وهو يحض الناس على أن يعفو بعضهم عن بعض، يقول ربنا عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن أراد أن يغفر الله له فليغفر للناس، ومن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، ومن أراد الخير لنفسه في هذه الحياة فلتكن صلته بالناس طيبة، فإن طيب الصلة مع الآخرين هو حسن الخلق الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به الإنسان درجات عالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيد علينا وعلى أمتنا هذا العيد وهي ترفل في ثوب العافية والسلامة والأمن والاستقرار، وفي ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في فلسطين وأن تؤازرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم آزرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم نفس كربهم، اللهم احسن خلاصهم وعجل فرجهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اعزنا بنصرهم، اللهم اعزنا بنصرهم ولا تذلنا بهزيمتهم يا ارحم الراحمين. اللهم مكنهم في الارض يا رب العالمين، عليك باعداء هذا الدين، اللهم ادفع كيدهم عن المسلمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة عليهم يا جبار السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقبل الله منا منكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أولا كل عام والعالم الإسلامي بخير، وهذه سانحة أيضا نهني أهل غزة لصمودهم ولانتصارهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم بالفرج والنصر، وإن شاء الله نحن كما كذلك نكون مثله. بالنسبة للعيد وطعمه في الغربة، لا شك أن العيد في الغربة طعمه طعم الغربة، يعني مرارة الغربة، وحشة الغربة، عدم الأنس، عدم الأهل، عدم الأصدقاء، كل ذلك يمثل مشكلا أساسيا، لأن الإنسان بعيد من أهله، بعيد من أقاربه، يجد دائما طعم العيد منقوصا غير كامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بعيد سعيد في ديارنا وما بين أهلنا وحبابنا، حيث الأهل والأصدقاء والأقارب إن شاء الله، وفي مستوى واحد من المتوحدين ومجتمعين في مكانة واحدة. أيضا أستسمح للذين لا يتحدثون العربية أن أتكلم قليلا بالتجري، لأننا مجتمع فينا هذه اللهجات كلها. من ضمن طعم العيد الآن والذي أفتقده أنا في الغربة دعاء الجدات، دعاء الحبوبات، أنا بوتاتنا أنت الذي حراها بالتو نسات تتتفو كدر سسا ما تعنكود إنسال باس كعبات وكدبات وكلت عن التو حاملت لبسة، هذه كم شاكت جكف وكم داروتت قنطف، هذه المعاني الراقية من الدعوات الواحد يفتقدها الآن في الغربة، حيث لا يجد الجدات ولا يجد من ينطق تلك اللهجة الجميلة، ونحن نحتاج إلى هذه المسألة جدا. فبالنسبة لنا هذه المسألة مهمة جدا، كما قلت الغربة دائما تؤذي الإنسان، لأنه يعيش في وحشة، يعيش منقوص السرور، منقوص الفرح، منقوص السعادة، في اللجوء حيث المصدر، حيث الجوع، حيث البعد عن الأهل، حيث البعد عن الأقارب، عن الأصدقاء، عن الأحباب. حقيقة يعني فرحة ممزوجة بحزن، نفرح لأننا وصلنا إلى هذا العيد المبارك، لأننا أكملنا العبادة الطيبة بفضل الله تعالى ونصر بذلك، ولكن بعدنا من وطننا، بعدنا من أهلنا بسبب الطغيان الذي يحدث في هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الذي كان يستحق التكريم، هذا الشعب الذي كان يستحق من الجميع أن يكرمه تلك لذلك الجهاد الطويل والنضال الطويل الذي حاشه الشعب الفتري، والذي مهره بحرية كانت على دماء وأشلاء الشعب الفتري، عندما انتصر هذا الشعب للأسف الشديد ماذا لا يعيش على اللجوء وعلى ساحات اللجوء، ماذا لا يعيش على المصدر واللجوء، ماذا لا يعيش وهو يرفض أن يرجع إلى الهواء، لأنه الآن الحكم الذي جاء بعد الحرية هو أصبح أكثر تسلطا وجبروتا وطغيانا حتى من المستعمر، ولذلك ما زال الناس في هذه المسألة. وأخيرا
أشكر هذه الإخفاء التي أتاحت لنا هذه الفرصة، فلها الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بوني بلد حدرو، عيدنا مزا كل حب خيرو. مرحبا بوني بلد حدرو، مرحبا بوني بلد حدرو، عيدنا مزا كل حب خيرو. نكبتو صوت الوسناري، لباسنا سوخالي وفرقنا فاري، ابا فرس كحول وقمل وذبشاري. ما تحيد هدي اصبح مدر، ما تحيد هدي اصبح مدر، نقوشنا لساطي ولباس حديث قير، قضيت نتنسى ناس محلى بسندل وعطر، نحرد من توابنا اجلى بعيد ناير، الا ام ال الا بسنيد نتقابل لا فرح وبسم الله، الا ام ال الا بسنيد نتقابل لا فرح وبسم الله. مرحبا باني بلد حدر، عرفا ما تصدق كل حب خير. مرحبا بوني بلد حدر، مرحبا بوني بلد حدر، عيدنا مزاد كل حب خير. مدحر والدين نسوف ونديل بلا آمين، أفوكم درس الساء مسعنكم وتنسى، أفوكم درس الساء مسعنكم وتنسى، عجب دعر قبو كله لقنت الشاء، شاكت سريد قبو كله لجك قفا، مدحر والدين تلا آمين تبليس، مدحر أمة تلا آمين لبليس، إلا أم عل إلا بسنيت نتقابل لا مدحر وبسم الله، إلا أم عل إلا بسنيت نتقابل لا مرح وبسم الله. مرحبا بوني بلد حدرو، مرحبا بوني بلد حدرو، عيدنا مزا كل حب خير. مرحبا بوني بلد حدرو، مرحبا بوني بلد حدرو، عيدنا مزا كل حب خير. يوم يابتا حبو وكافلو، يوم عريتا قنحد عفو بلو،
فرحته بسميت باشرو حد نرحم نرحم أن الرحيم حدنا نرحم نرحم أن الرحيم حدنا نقدر راكب إجل مسكين نأفرح فينا بكي يتيم نقلب السوف نأفرح يتيم إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل لا بعفو وبسم الله إلا أم إلا إلا بسنيت نتخاب الله بسنقوته بسم الله إلا أم إلا إلا بسنيت نتخاب الله مرحبا بسم الله بالنسبة للعيد خارج الوطن أولا في هذا اليوم الأمة العربية والإسلامية في فرح وسعادة ولكن كشعور الشخصي كمحمد سليمان العيد خارج الوطن منقوص السعادة ومنقوص الفرحة لأن الواحد يتذكر هناك مسقط رأس أو إخوان وأعمام وأجداد وأخوات وأعمام وعمات الذين كان يقضي معهم تلك الفرحة وتلك السعادة وخاصة في عاصمة أسمرة في أمام مسجد الخلفاء الراشدين كان هناك نشاهد عيدا سعيدا مع الأحباب والأخوان والأعمام والخيلان والأجداد وكنا نتزاور بكل فرح وسرور دون نقص إذن في شعوري قضاء هذا العيد في هذا السنة يزيد نقصا ويزيد ألما وحزنا حينما نسمع ونرى ما نسمعه في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر يزداد ألمنا ويزداد نقص سعادتنا ونقول للمستقبل لشباب هذه الأمة إن لم نغير ما علينا ستستمر هذه الآلام وهذه الأحزان بعدا عن السعادة ونتمنى من الله أن يوحي صف المسلمين في العالم وينصر إخواننا في الغزة وشكرا قسما بجمال بلادي هنا أحببت عيونك يا ريت يا ريت يا يا ريت فالقلب عليك يزيد ضنا وأعالج دمعي تثبيت يا ريت يا يا ريت ريت ريني مش هتغطي حقي أبدا اشهد ربي حقي أبدا مكتوب
تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان. هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ إذ كان الشوق له قصة مدندن حس الفنان. ريتا رهني مش هتغطي حبي أبدا مكتوب. هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان؟ ما الذي قد تعنيه القهوة؟ قهوة أمي مثلا، تحمص أمي قهوتها على مهل، تمنح كل حبة فيها ما تناله من رعاية واهتمام. بلغت حبوب القهوة نصف نضجها الآن، تحملها إلينا تسابق دخانها المنبعث، تطوف علينا واحدا واحدا وهي تهز وعاءها المعدني، تستمر في بعث موسيقاها الصافية. نمد أيادينا كمن يحاول القبض على أكبر قدر من الدخان قبل أن يتلاشى. وحدنا نقدس رائحة القهوة. نادرا ما تقدم القهوة بمفردها،
للذرة رمزية في المخيلة الإريترية، فبها كانت تستقبل الأمهات أبناءها العائدين من ساحات الحرب منتصرين. ليصبح فيما بعد طقس من طقوس الفرح تنثر في وجه العروسين. الحرص على استحضار هذه الطقوس هو استحضار للذاكرة وصون لها من أن تموت. ما الذي قد تعنيه القهوة؟ لم يكن بوسع الإريتري أن يحمل معه شيئا أثناء الرحيل. لكن حين نتحلق حول الجبنة تغدو بيوت المهجر مفعمة بعبق الوطن بتفاصيله الغنية. حين نحلق حول الجبنة يعود الحمام ليملأ باحات البيوت المترامية، تضج الشوارع بالصبية يلاحقون أحلامهم البسيطة، تملأ عليهم كونهم لا ينافسهم في ذلك إلا الكهول. لا يتوقفون عن سرد حكاياتهم مهما كثرت خطوط الزمن على وجوههم. تختصر القهوة مساحات الاغتراب في النفوس، توقف الزمن عند لحظات أصيلة. تختصر القهوة ملامح الطيبين، تمدنا بأوصافهم، هي مثلهم سمراء دافئة، هي مثلهم في القرب والألفة والحميمية، هي مثلهم باقية حين يذهب كل شيء. القهوة وطن، وطن لحلم لم يبدأ، لآخر لم يكتمل، وطن لقصة لم تروى، لأمل، لجرح لم يندمل. لشعب ألف الرحيل، لشوق لم يعرف اليأس. وطن لأب كادح، لطفل يتساءل. لشيخ حالم، وطن. لمسافات تعايشنا معها، لإنسان مسكنه الرحيل، قهوة أمي، وطن. Thank you.
أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بان أصبح الصبح فلا السجن فلا يرفعني عليك أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجان بان وإذا الفجر جناحان يرتبان علي أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان لا أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن فجر جناحان يرفعان عليك الحزن الذي كح على هاتيك المآقي وإذا الحزن الذي كح على هاتيك المآقي والذي شد وساق عبدي وساقي الذي بعثرنا بعثرنا في فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا الصبح وها نحن مع النور التقينا الصبح وها نحن مع النور التقينا مع النور التقينا تفاجير البطولات بجيل التضحيات تفاجير البطولات التقى كل شهيد ظهر الظلم وما
في الأرض حضور الذكريات أبدا كل شهيد قهرا ظلم ومات كل شهيد قهرا ظلم ومات يبقى كل شهيد قهرا ظلم ومات لم يزل يبصر في الأرض حضور الذكريات أبدا ما انتهت دخلنا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا أبدا ما هدي سوداننا يوما علينا سوداننا يوما علينا الذي أصبح شمسا في يدينا وفي نهاء عاطرا تعدو بالريح فتختال الهوينا يا بلادي كل قلب يا بلادي أصبح الصبح فلسطين فلسطين ولا سجان بار أصبح الصبح فلسطين فلسطين ولا سجان باقي أصبح الصبح فلسطين فلسطين ولا سجان بار أصبح الصبح فلسطين فلسطين ولا سجان الفجر جناحان يرفان عليك الحمد لله رب العالمين صلاة السلام صلاة السلام أشرف الأنبياء والمرسلين والله شعورنا فعلا الوطن الواحد من غير وطن ما يعيش لا بد أن نحن نقبل سموت ونعيش في وطن الواحد غير الوطن ما يقدر يعيش ويقبل الدين ما يقبل الحب وإن شاء الله نكون سالمين وقامين نعيش في بلادنا وننصر إخواننا غزة وإن شاء الله نقبل سموت ونتلح هذا العدو في بلدنا سنسلم أمنين وسالمين في وطننا إن شاء الله سر قصيدة وفي ظلال
شمعة جديدة وفي ظلال عيوني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. عشت بها، عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها، يعشقها أحبتي. يا جنة عشت بها، عشت بها طفولتي. يا جنة.